سمعتوا ديجا بالأمراض المزمنة تاع الأمعاء؟ اليوم راح تتعرفوا عليها بكل بساطة. هيا نبدأ ببعض المعلومات الأساسية حول جسم الإنسان. الجهاز الهضمي هو عبارة عن عضو المهمة تاع توفير الطعام، الهضم والتخلص من النفايات. الأمعاء هي أحد آلات القناة الهضمية، وهي مقسمة إلى جزئين: المعي الدقيق والمعي الغليظ. مرض كرون والتهاب القولون التقرحي هما من بين الأنواع الأساسية لأمراض التهاب الأمعاء. في زوج يتميزوا بالالتهاب المزمن للقناة الهضمية. الأسباب والأعراض تاعهم متشابهين. مرض كرون يقدر يصيب أي عضو في الجهاز الهضمي، ولكنه يصيب خصوصاً المعي الدقيق، وهو مرض يقدر يدوم طول الحياة. السجائر، التعفنات والمضادات الحيوية يقدروا يكونوا من الأسباب الأساسية لمرض كرون. إذن كيفاش يجي هذا المرض؟ القناة الهضمية تاعنا تكون دائماً في اتصال مع البكتيريا. الجهاز المناعي يتصدى لهذه الالتهابات حتى يقضي عليها. بالصح المشكل يصرى لما الجهاز المناعي يستمر في العمل بنفس الطريقة حتى بعد القضاء على البكتيريا أو الفيروسات، وهنا يبانوا الأعراض تاع مرض كرون. الأعراض الأكثر شيوعاً لمرض كرون هما تشنجات البطن، الإسهال، التعب، الحمى وفقدان الوزن. هيا نحكي الآن على التهاب القولون التقرحي. هذا المرض يصيب المعي الغليظ والشرج ويدير لهم التهاب أو تقرح أو الاثنين معاً. في بعض الأوقات يكون الالتهاب نشيط ويبان هذا الأعراض، ولكن في أوقات أخرى تنقص الآلام أو تختفي. الأعراض تاع التهاب القولون التقرحي هي آلام وحريق في البطن، الإسهال، تواجد دم في البراز، وخصوصاً التعب الشديد. أمراض التهاب الأمعاء عندهم أثر كبير في حياة الشباب، خاطر التشخيص تاعهم يكون عادة ما بين 15 و30 سنة، ويقدروا يسببوا الإحساس بالخجل والتوتر. ومع ذلك ما لازمش نحسوا بالحشمة، لأنها أمراض تحتاج متابعة وعلاج. إذا بنوا لكم هذه الأعراض وتقلقتوا، قوموا باستشارة الطبيب تاعكم.